بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم بعنوان مقاربة الزلة التنفسية. معكم أخوكم الدكتور عبد الكريم إبراهيم، طبيب مقيم في الأمراض الباطنة. بداية راح نبدأ بمقدمة عن الزلة التنفسية. الزلة التنفسية أو ضيق التنفس عرض شائع لملايين المرضى. قد يكون التظاهر البدئي لأمراض الرئة أو الإقفال القلبي أو قصور القلب أو فقر الدم أو حتى البدانة وحتى الاضطرابات العصبية العضلية. تعريف الزلة التنفسية حسب الجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية هي مصطلح يستخدم ليصف معاناة شخصية من الضيق أو عدم الارتياح التنفسي، يشمل أحاسيس مميزة نوعيا تختلف في شدتها من فرد إلى آخر. هذه المعاناة تنشأ من التفاعل بين عدة عوامل فيزيولوجية ونفسية واجتماعية وبيئية متعددة، من الممكن أن تؤدي إلى استجابات سلوكية وفيزيولوجية ثانوية أيضا. الزلة التنفسية تعتبر حادة عندما تتطور خلال ساعات إلى أيام، وتعتبر مزمنة إذا كانت ممتدة إلى أكثر من 4 أسابيع. بعض المرضى قد يحدث لديهم تفاقم حاد للزلة المزمنة، والتي ممكن أن تكون بسبب مشكلة جديدة، اضطراب جديد لديهم، أو ممكن تفاقم للداء الأساسي. الفيزيولوجيا الإمراضية للزلة التنفسية يمكن تصنيف معظم مرضى الزلة التنفسية إلى واحدة من مجموعتين. المجموعة الأولى الزلة المرتبطة بالجهاز التنفسي، والمجموعة الثانية الزلة المرتبطة بالجهاز القلبي الرئوي. زلة الجهاز التنفسي تشمل الضيق التنفسي الناجم عن اضطراب في أحد كينونات الجهاز التنفسي، سواء كان الاضطراب على مستوى مركز التحكم التنفسي في جدار الدماغ، أو على مستوى مضخة التهوية، أو على مستوى المبادل الغازي. بينما زلة الجهاز القلبي الوعائي تشمل الأمراض القلبية، ممكن يكون لدينا إقفال حاد أو قصور انقباضي، آفات صمامية، أمراض تامر. أيضا ممكن يكون لدينا في فقر دم أو زوال التكيف. من الممكن أيضا عند بعض المرضى أن تتفاعل أكثر من آلية واحدة للزلة التنفسية، يعني ممكن يكون عنده سبب تنفسي مع سبب قلبي للزلة التنفسية لديه. مكونات الجهاز التنفسي كما ذكرنا: مركز التحكم مقصود فيه جذع الدماغ، مضخة التنفس المقصود فيها العضلات التنفسية والعظام ومفاصل الصدر، الطرق الهوائية، الأعصاب المحيطية، والجنب. المبادل الغازي المقصود فيه الأسناخ والدوران الرئوي. نبدأ بزلة الجهاز التنفسي. بداية مركز التحكم التنفسي أو الريسبيراتوري كنترولر هو الذي يحدد معدل وعمق التنفس بإشارات يرسلها إلى عضلات التهوية. توصف الزلة المرتبطة بتحفيز مركز التنفس من قبل المرضى عادة بالإحساس بالجوع للهواء أو التعطش للهواء. أيضا ممكن يعبروا عن الزلة لديهم بحاجة ملحة للتنفس. من العوامل التي تحفز مراكز التنفس في جذع الدماغ والتي ممكن أن تؤدي إلى زيادة التهوية والضيق التنفسي تكون غالبا ثانوية بسبب خلل على أجزاء أخرى على مستوى آخر من النظام التنفسي. مثلا ممكن يكون لدينا نقص أكسجة أو فرط سي أو 2 على مستوى المبادل الغازي. أيضا ممكن يكون لدينا التهاب خلالي أو وذمة خلالية على مستوى المستقبلات الرئوية. ممكن أيضا تكون عندنا ظروف وعوامل أخرى تؤدي لحدوث الزلة من خلال آلية مركزية مستقلة مثل الحمل أو الحماض الكيتوني أو تسمم الأسبرين إلى آخره. إلى حد ما قد يعكس نمط التنفس ما يفترض يكون محاولات من مركز التحكم لتقليل الضيق التنفسي. مثلا مرضى تضيق الطرق الهوائية الشديد، يعني الآفات الساردة بين قوسين، يتأقلمون بنمط تنفسي بطيء وعميق نسبيا. لماذا؟ لتقليل الضغوط الجنبية اللازمة للتغلب على مقاومة الطرق الهوائية. بالمقابل مرضى التليف الخلالي أو الجنف ونقص مطاوع جدار الصدر، يعني الآفات الحاصرة بين قوسين، لديهم نمط تنفسي سطحي سريع يقلل من الجهد اللازم للتمدد الصدر. مضخة التهوية، مضخة التهوية كما ذكرنا أسلفنا منذ قليل تتضمن عضلات التهوية، عظام جدار الصدر، الجنب، الطرق الهوائية، الأعصاب المحيطية. النتيجة الأشيع للاضطرابات التي تكون على مستوى مضخة التهوية هي الإحساس بزيادة الجهد اللازم للتنفس. مثلا عندنا مرضى الضعف العصبي العضلي، المريض يبذل الجهد الشهيق الأعلى تقريبا ليصل إلى ضغط جنبي سلبي طبيعي. المرضى الذين لديهم أيضا ممكن نقص مطاوعة في جدار الصدر مثل الجنف أو نقص مطاوعة في الرئة في التليف الخلالي يعانون من بذل جهد أكبر من الطبيعي لنقل الهواء للرئتين.
عفات الرئة السادة أيضا تترافق مع زيادة مقاومة لتدفق الهواء داخل الطرق الهوائية، ويعاني المريض من الإحساس بتوتر الصدر عند حدوث التضيق الحاد. المبادل الغازي الغاز اكسشينجر مثل ما ذكرنا واستثنى يتألف من الأسناخ الأوعية الشعيرية الرئوية، يتم عبرها انتشار الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. معظم الاضطرابات القلبية الرئوية المؤدية إلى زلة تنفسية تكون مترافقة مع خلل على مستوى المبادل الغازي عادة. ممكن يكون ناجم إما عن تدمير غشاء الانتشار كما في مرضى النفاخ أو التليف الرئوي، أو ممكن يكون لدينا زيادة في السوائل والمواد الالتهابية داخل الرئة إلى درجة أن التهوية عبر الأسناخ تنقص بشكل ملحوظ. الأمراض التي تؤثر على مستوى المبادل الغازي تكون مميزة نموذجيا بنقص الأكسجين سواء على الراحة أو على الجهد، وبالحالات الأشد ممكن يكون عندنا فرط CO2. اضطرابات المبادل الغازي هذه اللي ذكرناها ممكن تقوم بتحفيز مراكز التنفس في جذع الدماغ، وتقود الإحساس كما ذكرنا من قليل بالتعطش للهواء أو الجوع للهواء. زلة الجهاز القلبي الوعائي من الأمراض اللي ممكن تسبب زلة، من أمراض الجهاز القلبي الوعائي اللي ممكن تسبب زلة عندنا قصور القلب. قصور القلب متلازمة سريرية من الممكن أن تنتج عن أي خلل قلبي بنيوي أو وظيفي الذي يدهور قدرة البطينات على ملء أو ضخ الدم. أعراض قصور القلب تنقسم لمجموعتين كبيرتين هامتين. الأولى تكون ناجمة عن انخفاض نتاج القلب، بالتالي المريض يصير عنده تعب وضعف وزلة على الجهد. المجموعة الثانية من الأعراض تكون ناجمة عن تراكم السوائل وزيادة الضغط الوريدي الجهازي أو الرئوي، فيصير عند المريض زلة على الراحة أو الجهد وذمات وحبن واحتقان كبدي. أسباب قصور القلب تتضمن القصور الانقباضي، القصور الانبساطي، الآفات الصمامية إلى آخره. من أمراض الجهاز القلبي الوعائي اللي ممكن أن تسبب لدينا زلة فقر الدم، وأيضا زوال التكيف وعدم التكيف. تقييم سريري، التقييم السريري لمرضى زلة تنفسية. نبدأ بالقصة السريرية، القصة السريرية. القصة السريرية لوحدها غير كافية لاتخاذ تشخيص آمن ومؤكد، لكنها تؤمن توجيها لتقريب الاحتمالات التشخيصية، وبالتالي اختيار الاستقصاءات المناسبة للتوجه للتشخيص المناسب. النمط الزمني والمؤهبات. النمط الزمني لانقطاع النفس أو للزلة التنفسية وارتباطه مع مؤهبات مؤكدة ممكن أن يقدم لنا أفكار مهمة للتشخيص. مثلا الزلة التي تتطور خلال دقائق إلى ساعات تكون ناتجة عن عدد محدود من الحالات، وهذه الحالات تكون لها أعراض وعلامات مترابطة بشكل نموذجي تقودنا للتوجه للتشخيص المناسب. مثلا يعني إذا كانت الزلة مرافقة لألم خلف القص قد نتوجه للإقبال القلبي، إذا كانت الزلة مرافقة لحرارة وسعال وقشع نتوجه للإنتانات التنفسية، إذا كانت الزلة مرافقة للشرم ممكن نتوجه لصدمة تأقية، زلة مرافقة للوزير نتوجه نحو التضيق القصبي الحاد. أسباب الزلة الحادة على مستوى الجهاز القلبي الوعائي ممكن يكون عندنا الإقبال القلبي الحاد أو قصور القلب الحاد، الصدمة التاموري. أيضا من الأسباب على مستوى الجهاز التنفسي للزلة الحادة التشنج القصبي أو الصدمة الرئوية، الريح الصدرية، الإنتانات التنفسية والتهاب القصبات وذات الرئة، تضيق الطرق الهوائية العلوية، الاستنشاق والصدمة التأقية. هذه كل أسباب من أسباب الزلة الحادة لدى المرضى. بالنسبة للزلة الليلية والجهدية والوضعية، الزلة الجهدية المزمنة، الزلة الانتيابية الليلية كلاهما مرتبط بقصور القلب، على الرغم من أن الزلة الليلية أكثر نوعية لقصور القلب من الزلة الجهدية المزمنة. الربو أيضا يترافق مع زلة ليلية وزلة جهدية، لكن زلة الربو الليلية لا تتحسن بالجلوس أو الوقوف كما هو الحال عند زلة قصور القلب. الزلة الاضطجاعية المقصود فيها تفاقم الزلة عند استلقاء المريض أيضا تكون مترافقة مع قصور القلب وارتفاع التوتر الرئوي الناجم عن العود الوريدي المتزايد على القلب في هذه الوضعية. البدانة المركزية من الممكن أيضا أن تسبب لنا زلة اضطجاعية عند بعض المرضى بسبب ارتفاع الضغط داخل البطن مع وجود محيط بطني كبير يضر بحركة الحجاب الحاجز خلال الشهيق. المرضى الذين لديهم ضعف في عضلات التنفس أيضا يعانون من الزلة الاضطجاعية بسبب زيادة الجهد التنفسي اللازم لحركة الحجاب ضد الضغط داخل البطن. الزلة عند الانحناء المقصود فيها تفاقم الزلة عند ميل المريض للأمام. هذه الزلة وصفية عند مرضى قصور القلب غير المعاوض.
أخيرا الزلة الغير مثارة بالجهد غالبا ناجمة عن مشكلة وظيفية أو إدراكية نفسية بين قوسين أكثر من كون سببها قلبي أو رئوي. الزلة المتقطعة، الزلة المتقطعة المرتبطة بالتعرض للهواء البارد أو لزغب الحيوانات ترجح لدينا تشخيص الربو. كذلك الزلة المرافقة للعمل تقترح لدينا الربو المهني. الزلة التالية للإنتانات التنفسية العلوية ممكن أيضا أن تعبر عن الربو أو عن السي أو بي دي. بالإضافة للربو الأعراض المتقطعة التي تختفي تماما بين الثورات الحادة ممكن أن نراها في أمراض أخرى كالاستنشاق المتكرر أو الصدمة الرئوية الناكسة. سرعة بداية الأعراض وتطورها، السرعة التي تتطور بها الأعراض خلال الجهد من الممكن أن تزودنا بمعلومات تشخيصية مهمة، مثلا المرضى الذين يتطور لديهم قصر نفس أو وزيز بعد مشي مسافة 50 إلى 100 قدم فقط، غالبا لديهم ارتفاعات في الضغط الإسفين الشعري الرئوي ناجم عادة عن قصور قلب أو ارتفاع توتر رئوي. بالمقابل أعراض الربو المحرض بالجهد عادة ما تتسرع بالنشاط الأكثر كثافة أكثر من مشي مسافة 50 إلى 100 قدم. تبدأ زلة الربو خلال 3 دقائق من التمرين، قمة الأعراض تكون خلال 10 إلى 15 دقيقة وتختفي هذه الأعراض خلال 60 دقيقة. في ضعف العضلات التنفسية بشكل عام الزلة تكون مترقية تدريجيا، أحيانا يحدث لديها تفاقم حاد هذه الزلة عند الإصابة بمرض ما خاصة الإنتانات التنفسية. شدة الزلة التنفسية، التقييم النموذجي لشدة الزلة عند مرضى الزلة المزمنة ممكن أن يساعد في إنشاء خط أساسي من أجل المقارنات المستقبلية. هناك العديد من الوسائل لتقييم شدة الزلة مثل مشعر الزلة التنفسية الأساسي، مقياس الزلة المعدل لمجلس البحوث العلمية MMRC، ومقياس بورك. من المهم أن نلاحظ أن هذه المقاييس لا تقيس شدة الزلة بشكل مباشر، وإنما تقيس شدة التمرين الذي يثير هذه الزلة، وبشكل غير مباشر ممكن أن تقيس درجة الإعاقة الناتجة عن هذه الزلة. في هذا الجدول لدينا مقياس الزلة المعدل لمجلس البحوث العلمية MMRC، وفي هذا الجدول لدينا مقياس بورك المعدل. الأعراض المرافقة، الأعراض المرافقة للزلة كالسعال أو القشع المنتج أو الاحتقان الأنفي أو ألم الصدر أو الوذمات المحيطية، ظاهرة رينو، تورم المفاصل، ضعف العضلات إلى آخره، كلها من الممكن أن تساعد في تحديد الاستقصاء المناسب للتشخيص. مثلا إذا كان لدينا وذمة طرف سفلي غير متناظرة تقترح الكثار الوريدي بين قوسين ممكن أن يكون سبب الزلة هنا الصدمة الرئوية. ظاهرة رينو أيضا ممكن أن تشاهد في عدد من الأمراض الرثوية المرتبطة بالتليف الرئوي الخلالي أو ارتفاع التوتر الرئوي. كذلك تورم مفاصل الـ MCB ممكن أيضا أن تشير إلى مرض الرئة الرثوي. وصف عدم الارتياح التنفسي، يجب الانتباه إلى الكيفية التي يصف بها المريض ضيق التنفس لديه والتي من الممكن أن تقربنا من التشخيص الأساسي. هذه الملاحظة أتت من دراسات عديدة أجريت على استبيانات الزلة التي أجريت على عدد كبير من مرضى الاضطرابات القلبية والرئوية، حيث طلب من الأشخاص أن يختاروا العبارات التي تصف بشكل أفضل الضيق التنفسي لديهم. ظهرت لدينا عبارات أو مجموعة عبارات مميزة مشتركة مترابطة عند مرضى الداء الواحد. أظهرت هذه البيانات المأخوذة من الدراسات التي أجريت على هؤلاء المرضى القلبيين الرئويين التالي: كان مثلا الإحساس هواء كان مرافقا لمرضى تضيق القصوات الحاد كما في الربو أو COPD أو قصور القلب. كان وصف المرضى بالجهد الزائد المبذول من أجل التنفس، هذا وصف الزلة، هذا كان مترافقا مع مرضى COPD، الربو المتوسط إلى الشديد، الاعتلال العضلي، التليف الرئوي. أيضا مرضى COPD والنفاخ أحيانا كانوا يشكون من الإحساس بأنفاق كافية أو عدم القدرة على أخذ نفس عميق، والإحساس بتنفس سطحي سريع ممكن أن يترافق مع داء الرئة الخلالي أو نقص مطاوعة جدار الصدر مثل مرضى الجنف. قصور القلب أيضا، مرضى قصور القلب كانوا يشكون من الإحساس بالاختناق أو الغرق. الإحساس بالتنفس الثقيل هو مرتبط بشكل نموذجي بزوال التكيف أو عدم التكيف، مرضى عدم التكيف. هذا الجدول فيه الاستبيان الذي عرض على هؤلاء المرضى، طلب منهم أن يختاروا 3 عبارات تصف بشكل أفضل ضيق التنفس لديهم.
وهذا الجدول أيضا يوضح العبارة التي يصف بها المريض ضغط نفس لديه، والآلية الفيزيولوجية المقترحة، والحالة المرضية المقترحة حسب وصف المريض للزلة لديه. التدخين والتعرض للأغبرة والأدخنة. غياب التدخين يستبعد بقوة تشخيص السي او بي دي عند المريض، ما لم يكن هناك قصة للإصابة بالسل لدى المريض، أو لديه قصة تعرض لكميات كبيرة من وقود الطهي. إحدى الدراسات أظهرت أن الإصابة بالسي او بي دي غير شائعة عند المرضى غير المدخنين، أو الذين لديهم قصة تدخين لأقل من 10 باكيت على السنة. قصة المهنة من الممكن أن تقود إلى تشخيص الداء، مثلا داء الأسبستوز أو السحار السيليكي أو داء الباريليوم المزمن وباقي تغبرات الرئة. ننتقل الآن إلى الفحص السريري. الفحص الفيزيائي الكامل أساسي في تقييم الزلة التنفسية، خاصة الانتباه إلى وجود أو غياب الصرير، الوزيز، الخراخر، تسرع القلب، اللانظميات، نفخات القلب، الوذمات المحيطية، ضعف العضلات، عسر التصويت إلى آخره. مثلا تبقرة الأصابع مترافق مع عدد من حالات الزلة التنفسية كالتوسع القصبي والتليف الرئوي مجهول السبب، سرطان الرئة والآفات القلبية المزرقة، لكنه ليس مترافقا مع الربو أو مع السي أو بي دي. انتباج الأوردة الوداجية أيضا يقترح لدينا قصور القلب أو القلب الرئوي. أصوات القلب البعيدة في الفحص السريري أو الخافتة تقترح لنا انسداد تموري، أو قد تكون ناتجة عن البدانة أو النفاخ. ننتقل الآن إلى الاستقصاءات. عند تقييم الزلة المزمنة نتبع مقاربة تشخيصية تدريجية، نبدأ باختبارات بدئية ثم الفولو أب متابعة نتائج الاختبار البدئي، وأخيرا قد نلجأ إلى الاختبارات المتقدمة إذا لم تتضح لنا التشخيص. نبدأ عادة بالاختبارات الأقل الأكثر احتمالا أن تقودنا للتشخيص. على الرغم من الأسباب الواسعة للزلة المزمنة، إلا أن الغالبية العظمى من المرضى لديهم أحد هذه التشخيص الخمسة التالية. أهم خمس تشخيص لدينا للزلة المزمنة يجب أن تكون في اعتبارنا عند تقييم مرضى الزلة: واحد، الربو، اثنين، السي أو بي دي، ثلاثة، أمراض الرئة الخلالية، أربعة، اعتلال العضلة القلبية، خمسة، البدانة وعدم التكيف. بعد مراجعة الموجودات السريرية، يعني بعد إنهاء القصة السريرية والفحص السريري، بعد مراجعة الموجودات السريرية للأنماط التي تبدو أقرب لواحد أو اثنين من التشخيص الخمسة السابقة، نقوم باختيار الاختبارات التي تتوافق مع التشخيص التفريقية الأقرب والتي تركز على هذه الاحتماليات. مثلا إذا كان لدينا مريض عمره بين 20 و 40 سنة مع قصة سريرية لالتهاب أنف تحسسي وزلة متقطعة، يعني عندنا قصة تأتبية بين قوسين، الاختبار البدئي الذي يجب أن يكون هنا هو إجراء السبيرومتر قبل وبعد الموسعات القصبية، لأنه هون احتمال تشخيص الربو هو الأكثر رجاحة. أيضا بالمقابل إذا كان عندنا مريض عمره 70 سنة مع داء إكليلي معروف مع وذمات محيطية وبدون قصة تدخين، هنا يجب أن يقيم المريض بتشخيص قصور القلب. الاختبار البدئي هنا الذي يجب أن نقوم به هو تشتت القلب الكهربائي اي سي جي ومعايرة مستوى البيبتيد الدماغي المدر للصوديوم البي ام تي. إذا كان تقييم المريض السريري لا يسمح لنا بتطبيق الخيارات التشخيصية إلى تشخيص أو تشخيصين، هنا نقوم بإجراء الاختبارات البدئية التالية. نقوم بإجراء اعتداد دم كامل في فقرة الدم، أيضا بإجراء التحاليل التالية: الجلوكوز، اليوريا، الكرياتينين، شوارد في الآفات الاستقلابية، هرمون التي اس اتش. ايضا نقوم باجراء السبيرومتر قبل وبعد الموسعات القصبيه الانشاقيه. ممكن ايضا ان نجري اختبار كامل وظائف الرئه اذا كان التقييم السريري يستبعد الربو او السي او بي دي. مقياس البلس اوكسيمتر ايضا خلال المشي لاكثر من 200 متر او الصعود لطبقتين او ثلاثه من الدرج. نجري ايضا صوره صدر بسيطه مع تخطيط قلب كهربائي مع معايره مستويات البي ام تي المصلي. السبيرومتر بإمكانه تحديد وجود تضيق أو انسداد في تدفق الهواء داخل الطرق الهوائية ويقيس مدى شدة هذا التضيق. إذا كان لدينا الـ FEV1 والـ FVC متناقصين بشكل متناسب، أي نسبة بينهما طبيعية وعالية، الآفات الحاصرة هنا هي المرجحة وهي الأقرب للتشخيص. عند الاشتباه بتشخيص الربو، هنا نقوم باختبار السبيرومتر بعد الموسعات الإنشاقية لنتبين إذا كان هذا التضيق عكوسا أم لا. عكوس كما في الربو، غير عكوس ممكن نتوجه للسي او بي دي. المرضى مع قصه تدخين لاكثر من 20 سنه ومع تضيق للطرق الهوائيه غير عكوس على السبيرومتر،
يشخصون ويعالجون غالبا على انهم مرضى سي او بي دي. السي اكس راي او صورة الصدر البسيطة. صورة الصدر البسيطة تستطيع أن تساعدنا في تحديد إذا كان هناك انصباب بالجنب، وجود جنف، ضخامة مشعر قلبي، أمراض رئة خلالية، كل هذه كأسباب للزلة التنفسية. إذا كان عندنا انصباب جنب على صورة الصدر البسيطة، نحتاج إلى تقييم مباشر للسبب، سواء كان انصباب حميد أو تالي للأسبستوز أو خباثة أو انصباب رثوي أو انقماص للرئة أو قصور قلب، انتانات، وعادة نحتاج إلى بزل الجنب. الجنف أيضا يحدد بصورة الصدر، وبالفحص الفيزيائي قبل ذلك يقيم بشكل نموذجي باختبارات وظائف الرئة. أمراض الرئة الخلالية التي ممكن أن تلاحظ على صورة صدر بسيطة تقيم غالبا بشكل أكبر بقياس حجم الرئة وقياس سعة الانتشار DLCO، وأيضا بالسي تي للرئتين. قصور القلب المشتبه به بالسي اكس راي أيضا، إذا وجدنا ضخامة مشعر قلب على الصورة مع مستويات بي ام بي عالية مصلية، يجب أن يقيم هذا التشخيص بشكل أكبر باستخدام إيكو القلب. هذا جدول فيه الاختبارات التي نجريها كاختبارات بدئية، والمسوغ لإجراء هذا الاختبار أو المؤشر الذي قد يشير إليه الاضطراب على مستوى هذا الاختبار. المرحلة الثانية من الاستقصاءات الفولو أب أو المتابعة. المرحلة الثانية من تقييم الزلة تهدف إلى توضيح الاضطرابات التي لوحظت في الاختبار الأولي والتي لم تشخص. صار عندنا اضطرابات في نتائج الاختبار الأولي لكنها لم توصلنا إلى تشخيص مناسب. أيضا ممكن أن بعض المرضى لديهم نتائج طبيعية في الاختبار الأولي لكن الأعراض بقيت مستمرة، بالتالي تتطلب حالتهم تقييما أكبر. من الاستقصاءات المجرى في الفولو أب في المتابعة اختبارات وظائف الرئة الـ PFT. المرضى مع موجودات تقترح أمراض الرئة الخلالية، خراخر في الفحص الفيزيائي، نقص الـ FVC بدون تحدد جريان هوائي، نقص الإشباع الجهدي على الأوكسيمتر، والمرضى بدون تشخيص واضح سيحتاجون لإجراء الـ PFT بعد الإسبيرومتر واعتمادا على نتائجه. إذا كان لدى المريض نقص في السعة الحيوية القسرية الـ FVC على الإسبيرومتر بدون تحدد تدفق الهواء، هنا يجب أن ننظر في كون الآفة حاصرة فنقوم بقياس باقي حجم الرئة، نبحث عن نقص مشابه في السعة الرئوية الكلية والسعة الوظيفية المتبقية. إذا كانت سعة الرئة الكلية والحجم المتبقي طبيعيين أو زائدين، هنا من الممكن أن نقص السعة الحيوية الـ FVC مؤشر على نقص المرونة الارتدادية أو على احتباس الهواء، وبالتالي المريض لديه نفاخ أو التهاب قصبات، لكن تحدد التدفق الهواء لديه غير قابل على القياس على السبيرومتر. الآفات الحاصرة ممكن أن تكون بسبب أمراض الرئة الخلالية على مستوى الرئة، أو آفات الجنب على مستوى الجنب، آفات جدار الصدر على مستوى جدار الصدر كالجنف، أو ممكن يكون السبب ضعف عضلات التنفس كشلل الحجاب الحاجز. يقيم ضعف العضلات التنفسية بشكل أكبر عن طريق قياس ضغوط الشهيق والزفير القصوى عن طريق الفم، والتهوية الطوعية القصوى في دقيقة واحدة، والمقارنة مع نتائج السبيرومتر مستلقيا وجالسا. عند الاشتباه بتشخيص الربو على الرغم من قيم سبيرومتر طبيعية، نقوم باختبار تضيق الشعب الهوائية بتطبيق ميثاكولين أو الهستامين أو المانيثول. يطبق هذا الاختبار نموذجيا عند المرضى ذوي ثورات الزلة الناكسة المتكررة المشتبهة بالربو، ولكن لديهم قيم سبيرومتر طبيعية أو قريبة للطبيعي. التصوير المباشر للطرق العلوية بعد اختبار الجهد أو بعد مضيقات القصبات قد يكون ضروريا أو أفضل لتقييم الطرق التنفسية العلوية، لأن اختبارات وظائف الرئة غير حساسة بشكل جيد لتضيقات الطرق العلوية. نقص حجوم الرئة والبدانة. البدانة قد تكون مترافقة مع نقص في حجم الزفير الاحتياطي وفي السعة الوظيفية المتبقية. أيضا بعض المرضى قد يكون لديهم نقص في السعة الكلية للرئة، وصار عندنا آفة تنفسية حاصلة عند هؤلاء المرضى. لكن كل هذه التغيرات قد تكون غير مترافقة بالضرورة مع زلة تنفسية عند هؤلاء المرضى البدينين. لذلك من الصعب أن نعرف فيما إذا كان نقص الحجوم هذا ناتجا عن البدانة أو عن آفة تنفسية أخرى. من الاستقصاءات الأخرى المجرى في الفولو أب في متابعة تقييم انتشار الغاز سواء بالدي ال سي او او بالبلس اوكسيمتر الاشباع الاكسجيني. الدي ال سي او سعة انتشار اول اكسيد الكربون مفيد في تقييم الزلة التنفسية خاصة في امراض الرئة الخلالية او النفاخ او التهاب القصبات او امراض الاوعية الرئوية، ارتفاع التوتر الرئوي، الداء الصمي الخثاري المزمن، داء انسداد الاوردة الرئوية.
والتي يكون مشتبها بها عند وجود قيم سبيرومتر وحجوم رئوية طبيعية لكنها مترافقة مع انتشار غاز غير طبيعي مبرهن عليه بنقص الدي ال سي او أو نقص الإشباع على الجهد بالأكسيمتر أكثر من 5%. نقص الإشباع على الأكسجين على البلس أكسيمتر عندما يكون أقل من 95% على الراحة أو هناك نقص ملحوظ على الجهد أكثر من 5%. التشخيص التطبيقي في هذه الحال في حال نقص الإشباع على الأكسجين تتضمن السي أو بي دي، أمراض الرئة الخلالية، أمراض النوعية الرئوية، التهاب القصبات الساد، الشنط داخل القلب أو داخل الرئة وقرب القلب. قد يحتاج هؤلاء المرضى لإجراء الهاي ريت سي تي الطبقة المحورية عالية الدقة وإيكو القلب. من الاستقصاءات الأخرى المجرى في الفولو أب التصوير المقطع المحوسب للصدر الطبق المحوري. الطبق المحوري مفيد في عدد من الحالات منها إذا كان لدينا شذوذ في صورة الصدر البسيطة يحتاج إلى مزيد من التوصيف. حيث يتم تقييم مثلا مرض الرئة الخلالي المشتبه به على السي اكس راي بواسطة الهاي ريت سي تي. أما الكتل المركزية وانسداد مجرى الهواء الكبير المشتبه به إذا كان ورم مثلا اشتبهنا بورم على السي اكس راي يقيم باستخدام السي تي مع الحقن. من ناحية أخرى ممكن أن نقيم زيادة التوعية على صورة الصدر البسيطة وحجم القلب غير الطبيعي بشكل أفضل من خلال قياس مستويات البي ام بي المصلية أو إجراء إيكو قلب عبر الصدر. السي تي أيضا ممكن أن يكون مفيدا على الرغم من كون صورة الصدر الطبيعي صورة الصدر الشعاعية طبيعية. مثلا الار سي تي اكثر حساسيه للكشف عن مظهر الزجاج المغشى او الكثافات الشبكيه في امراض الرئه الخلاليه. بالتالي مثلا اذا كان مريض عندنا يعاني من خراخر في الفحص البدئي وفي عنده انخفاض في حجوم الرئه في اختبار وظائف الرئه وانخفاض دي ال سي او يجب ان يخضع هذا المريض لهاي ريت سي تي حتى لو كانت صوره الصدر البسيطه طبيعيه لديه. تقييم مرض الانصمام الخثاري المشتبه به السمه الرئويه. بالنسبة للمرضى الذين يشتبه بإصابتهم بناء على عوامل خطر أو مثلا وذم الطرف غير متناظرة في الأطراف السفلية أو انخفاض الدي ال سي او مع حجوم رئوية طبيعية، هنا عادة تصوير الأوعية الرئوية المقطع المحوسب السي تي بي اي هو الخطوة التالية للتقييم. الجدول يوضح لدينا الشذوذات أو الاضطرابات اللي ممكن نراها على السي اكس راي أو على السي تي والاستقصاءات الأوسع التي ممكن نجريها. ايكو القلب من الاستقصاءات ايضا اللي ممكن نجريها في الفولو اب في متابعه التقييم. الخطوه الثانيه من التقييم السريري للمرضى الزله ايكو القلب. ايكو القلب يتم اجراؤه بشكل عام عند الاشتباه السريري بقصور القلب او ارتفاع التوتر الرئوي، خاصه لما يكون في عندنا مستويات عاليه من البي ام بي او عند ملاحظه ضخامه مشعر قلبي او ضخامه قلب على صوره الصدر البسيطه، أو عندما يكون لدينا نقص إشباع أكسجين على الجهد، أو عندما لا يزال سبب الزلة غير واضح بعد التقييم الأول. يطبق إيكو القلب نموذجيا لتقييم وظيفة البطين الأيسر الانقباضية والانبساطية، تشوهات الصمامات، الشريان الرئوي وضغوط الجانب الأيمن، ويجرى عند الاشتباه بقصور القلب الأيسر، القصور الانبساطي، أمراض التامور، ارتفاع التوتر الرئوي. هذا جدول يوضح الاختبارات القلبية التي نجريها في تقييم الزلة التنفسية الاي سي جي، اي سي جي على الجهد، ايكو القلب. الاختبارات المتقدمة المرحلة الثالثة من الاستقصاءات المجرى في تقييم الزلة التنفسية. الإحالة للأخصائي قد تكون مطلوبة عادة للمرضى الذين لم يستجيبوا على علاج التشخيص الذي تم وضعه بالتقييم الأولي، أو عندما نحتاج إلى إجراءات تشخيصية متقدمة مثلا تنظير قصبي أو خزعة الرئة، اختبارات الجهد، قسطرة الشريان الرئوي. هذه كلها تحتاج إلى إحالة للأخصائي للقيام بإجراءات واستقصاءات متقدمة لتقييم الزلة لهؤلاء المرضى الذين لم يصل لديهم إلى تشخيص واضح حتى الآن. مثلا أمراض الرئة الخلالية المشتبه بها بعد التقييم الأولي باختبارات وظائف الرئة والهاي ريت سي تي، من الممكن أن نلجأ لاختبارات مخبرية إضافية كالتنظير القصبي مع الغسالة أو خزعة عقد لمفاوية منصفية أو رئوية. ارتفاع التوتر الرئوي المشتبه به بالإيكو القلبي عند الاشتباه بارتفاع قيم ضغوط الشريان الرئوي بالإيكو مدعوما بارتفاع البيبتيد بي ام بي ونقص الإشباع على الأكسجين على الجهد. الخطوة التالية هون لتقييم ارتفاع التوتر الرئوي هي قسطرة الشريان الرئوي لتأكيد هذا الارتفاع. من الاستقصاءات المتقدمة أيضا إيكو القلب على الجهد يتم إجراؤه لمسح مرضى ارتفاع التوتر الرئوي الباكر.
الزلة على الجهد غير واضحة السبب. بالنسبة للمرضى الذين لديهم زلة مستمرة غير مفسرة بنتائج الدراسات والاستقصاءات السابقة والاختبارات الإضافية، قد يكون من المبرر لهؤلاء المرضى أن ينخرطوا في برنامج إعادة التكييف لمدة 2 أو 3 أشهر، نراقب تحسن الزلة لديهم قبل إجراء استقصاءات رادة أخرى. أما المرضى الذين لا يعتقد أن عدم التكيف يساهم في ظهور الزلة لديهم، ننتقل مباشرة إلى اختبارات إضافية رادة. من الاختبارات المتقدمة أيضا اختبار الجهد القلبي الرئوي CPET، من الممكن أن يكون مفيدا عندما تكون مسببات الزلة غير واضحة بعد إجراء كامل التقييم عليه، أو عندما تبدو الزلة غير متناسبة مع شدة المرض القلبي أو الرئوي للمريض. CPET يمكن أيضا أن يقيم عبء العمل الذي يمكن للمريض تحقيقه، درجة الزلة التي يعاني منها، ذروة امتصاص الأكسجين، النتاج القلبي بشكل يمكن أيضا أن يساهم في تحديد مرضى اضطرابات الميتوكوندريا. CPET أيضا قد يكون مفيدا في تقديم الدعم لوجود تشخيص عدم التكيف أو اكتشاف عتبة منخفضة من عدم الراحة في الجهاز التنفسي، حيث عادة هؤلاء مرضى عدم التكيف ينهون هذا الاختبار عند أعباء عمل خفيفة مقارنة بغيرهم من الناس بسبب الزلة التي تظهر لديهم، عدم الراحة في الجهاز التنفسي، ولا يكون لديهم أي دليل على أي اضطراب قلبي أو رئوي. من الاستقصاءات المتقدمة أيضا اختبار الجهد القلبي الرئوي مع قثطرة الشريان الرئوي الـ ICPET. يجرى هذا الاستقصاء في مراكز متخصصة، ذلك بغرض تقييم الزلة التي لم تحدد بوضوح حتى الآن. نموذجيا أيضا يستخدم في تقييم ارتفاع التوتر الرئوي على الجهد وقصور القلب على الجهد مع كسر القلب في محافظ عليه البطن الأيسر. الزلة المزمنة مع تقييم طبيعي. بعض المرضى العرضيين المصابين بالزلة التنفسية يخضعون لتقييم كامل ولكن بدون تحديد سبب واضح للزلة التنفسية. بعض الآخر أيضا قد تكون لديهم نتائج قريبة للطبيعي، مثلا لديهم انخفاض خفيف في ذروة امتصاص الأكسجين أو العتبة اللاهوائية. بالنسبة للمرضى الذين يبلغون عن زلة ولكن نتائج التقييم لديهم طبيعية أو قريبة للطبيعي، نتوجه لطمأنتهم، نطمئنهم، ننصحهم بالدخول في برنامج إعادة التكيف، نطلب منهم العودة بعد 6 أشهر أو 12 شهرا من أجل إعادة التقييم. بعد 12 أو بعد 6 أو 12 شهر ممكن أن يكون سبب الزلة يصبح أكثر وضوحا، لذلك إعادة التقييم مهمة. عند المرضى البدينين ترتبط الزلة الناجمة عن السمنة في حد ذاتها، عند هؤلاء المرضى البدينين مع تقييم كامل طبيعي ما وصلنا لسبب واضح للزلة لكنه بدين، ممكن أن الزلة ناجمة عن السمنة في حد ذاتها، ترتبط عادة بالإحساس بزيادة الجهد اللازم للتنفس، وذلك يرجع على الأرجح إلى وزن جدار الصدر. أيضا ممكن أعراض الصدر الأخرى مثل حرقة المعدة أو العوامل النفسية ممكن أن تسبب ضيق تنفس إدراكي بين قوسين نفسي كما سيوضح لاحقا. العوامل الذهنية أو الإدراكية أو النفسية، بالنسبة لأي خلل فيزيولوجي معين قد يسبب زلة تنفسية، تختلف الاستجابة الإدراكية بشكل كبير بين الأفراد لهذا الخلل الفيزيولوجي. قد يترافق القلق والغضب والألم والاكتئاب مع شدة في الزلة التنفسية بشكل لا يتناسب مع الخلل الفيزيولوجي الموجود أصلاً عند المريض. زيادة التهوية المرافقة للقلق أو الغضب أو الألم قد تدفع بعض الأفراد الذين لديهم أساساً عندهم احتياط رئوي محدود، تدفعهم إلى للوصول إلى نهاية حدودهم التنفسية وتزيد من الشعور بعدم الراحة في الجهاز التنفسي لأي سبب كان. بعض الأحيان التي تحدث فيها الزلة بشكل غير متوقع أو لا يمكن تخفيف وتيرتها بسرعة، قد نلاحظ مجموعة من ردود أفعال عاطفية ممكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الفيزيولوجية مثل تسرع النفس أو تسرع القلب. المرضى المصابون بمتلازمة فرط التنفس يعانون عادة من الشعور بالتعطش أو الجوع للهواء أو عدم القدرة على التنفس بعمق مع غياب أي مرض قلبي أو رئوي. يعاني هؤلاء الأفراد من الرهاب أو اضطرابات القلق، غالبا ما يلاحظ أثناء الفحص أنهم يتنفسون بأحجام حيوية كبيرة جدا على الرغم من شكواهم المستمرة بعدم القدرة على أخذ نفس عميق كافي. نلخص المحاضرة والتوصيات. نلخص المحاضرة بهذه النقاط على عجالة. الزلة التنفسية أو الضيق التنفسي مصطلح يستخدم ليصف تجربة ذاتية من عدم الراحة في التنفس تشمل أحاسيس مميزة نوعيا تختلف في شدتها. كما ذكرنا الزلة تعتبر حادة عندما تتطور على مدى ساعات إلى أيام، وتعتبر مزمنة عندما تكون موجودة لأكثر من 4 إلى 8 أسابيع. الزلة التنفسية قد تكون المظهر الأول لمجموعة متنوعة من الاضطرابات
اضطرابات القلبية الرئوية، ومن الشائع أن يعاني المريض من أكثر من مشكلة تساهم في عدم الراحة أثناء التنفس. القصة السريرية والفحص السريري يؤديان إلى تشخيص دقيق لحوالي ثلثي الحالات فقط. المكونات المهمة للقصة السريرية تتضمن خصائص الزلة، توقيت الزلة، شدة الزلة، محفزات الزلة، والتعرضات التي من الممكن أن تسهم في أمراض الرئة كالمحسسات، الهواء البارد، العوامل المهنية، دخان السجائر، وأيضا التدخلات أو الأدوية التي تخفف من الزلة التنفسية. وصف المريض لانزعاج التنفس لديه مهم جدا، يمكن أن يساعدنا في تضييق احتمالات التشخيص. بالإضافة لذلك يمكن أن يؤدي أكثر من نوع واحد لعدم الارتياح التنفسي إلى إدراك أكثر من آلية مرضية تساهم في إنتاج الزلة التنفسية. عدم الارتياح التنفسي أو الزلة التي تنشأ خلال دقائق إلى ساعات الزلة الحادة تتطلب تقييما وعلاجا سريعين. من بين أسباب الزلة التنفسية المزمنة العديدة، أكثر الأسباب شيوعا هي التشخيص الخمسة التالية كما ذكرنا وأسلفنا: الربو، COPD، أمراض الرئة الخلالية، اعتلال العضلة القلبية، السمنة، وعدم التكيف. عند تقييم الزلة التنفسية المزمنة نتبع نهجا تشخيصيا تدريجيا بالنسبة للاستقصاءات كما ذكرنا: الاختبار الأولي، ثم متابعة الاختبار الفولو أب يعني، وأخيرا قد نلجأ للاختبارات المتقدمة. نبدأ عادة بالاختبارات الأقل ردا والأكثر احتمالية لتأكيد التشخيص، ويتم اختيار الاستقصاءات بناء على الموجودات السريرية للمريض ونتائج الاختبار السابق والاستجابة للعلاج. يتم اختيار الاختبارات الأولية بناء على مراجعة النتائج السريرية التي للأنماط التي توحي بواحد أو اثنين من الأسباب الخمسة التي ذكرناها من قبل، الأسباب الخمسة الأشياء لضيق التنفس. عند الاشتباه بالإصابة بالربو أو COPD، قد يقتصر الاختبار الأولي على إجراء السبيرومتر قبل وبعد الموسعات القصبية الإنشاقية. في حين المرضى الأكبر سنا قد يتطلبون تقييما، المصابين بأمراض الأوعية الإكليلية والوذمات المحيطية يتطلبون تقييما أكبر قبل التفكير بالسبيرومتر. الفولو أب، متابعة الاختبار الأولي. في تقييم الزلة ينبغي أن توضح الاضطرابات التي لوحظت في الاختبار الأولي ولكنها لم تكن مشخصة. بالإضافة لذلك أيضا بعض المرضى الذين أبدوا نتائج طبيعية أو قريبة للطبيعي في الاختبار الأولي مع أعراض مستمرة يحتاجون استقصاء ومزيدا من التقييم. سي تي الصدر مخصص بشكل عام للمرضى المشتبه بإصابتهم بمرض رئوي خلالي أو نفاخ خفي أو داء الانصمام الخثاري المزمن. إيكو القلب مفيد في تقييم الخلل الوظيفي المشتبه به للبطين الأيسر أو ارتفاع التوتر الرئوي أو قصور الانبساطي. الاختبارات المتقدمة تشمل تداخلات كقسطرة القلب الأيمن، تخطيط القلب على الجهد، اختبار القلب الرئوي على الجهد، والآي سي بي تي بي إي تي الرد، الاختبار القلبي الرئوي على الجهد مع قسطرة الشريان الرئوي. هنا تنتهي محاضرتنا، شكرا لحسن استماعكم، ولا تنسوا مصالح دعائكم، جزاكم الله خيرا. مقياس الزلة المعدل لمجلس البحوث العلمية الـ MMRC، وصف ضيق التنفس لدى المريض والدرجة المقابلة للوصف. لما يذكر المريض أنه أشعر بضيق في التنفس فقط عند ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، هون درجة تكون صفر. أصاب بضيق في التنفس عند الإسراع على أرض مستوية أو عند صعود تل طفيف، هون درجة تكون واحد. على أرض مستوية أمشي أبطأ من الأشخاص في نفس عمري بسبب ضيق التنفس لدي، أو يجب أن أتوقف لألتقط أنفاسي عند المشي بوتيرتي الخاصة، هون تكون درجة 2 بالنسبة لهذا المقياس. أتوقف لأجل التقاط النفس بعد المشي حوالي 100 ياردة فقط أو بعد بضع دقائق على أرض مستوية، هون درجة الزلة تكون درجة ثالثة. الدرجة الرابعة، أشعر بضيق شديد في التنفس بمجرد مغادرة المنزل، أو أشعر بضيق في التنفس عند ارتداء الملابس. هذا مقياس البحوث العلمية المعدل. مقياس بورك المعدل، الدرجات عندنا من 0 للـ10، لا شيء على الإطلاق، تأخذ درجة 0، زلة طفيفة جدا جدا تأخذ نصف درجة، طفيف جدا درجة واحدة، طفيف أو زلة خفيفة ضيق تنفس خفيف تأخذ درجتين، ضيق تنفس متوسط تأخذ 3 درجات، شديدة إلى حد ما 4 درجات، شديد ضيق تنفس شديد أو ثقيل 5 درجات، إذا كان ضيق تنفس شديد جدا ممكن ياخذ 7 درجات، والضيق التنفس الشديد جدا جدا الحد الأقصى يعني للزلة ممكن نعطيه 10 درجات. هاي بالنسبة لمقاييس الزلة التنفسية، مقياس بورك، مقياس البحوث العلمية، مجلس البحوث العلمية المعدل.